لما تتذكر امك وانت قاعد تلعب تجيلك طاقه؟ اكيد هاي امي اكيد يعني شو ما في طاقه اكيد في طاقه بس تتذكر امك ايه تجيلك طاقه ايه ومرفع الرايه والهامه يا كويتي الفن والهامه هذا الوطن منا يا بالهمه وله الفخر من يرفع علامه قول الفخر واعلن انا كويتي انا كويتي صيت الوطن من فعلي وصيتي انا اهدي الفوز حق بابا مشعل وحبه وايد بس عشان الكويت ارفع راس الكويت كفو عليك تفتخر بحمد ولا لا افتخر اوكي انزين شلون ليش تفتخر بحمد يعني رفيجي ما اقدر يعني اخليه لازم الم هذا حب القلب الازرق راح تنساهم اذا صرت بطل عالمي ما انساهم اكيد ما راح تنساهم لا قول لها الحين قول لها والله ما حنسى حبيبي اه مدرستكم راح تنافس تنافسون هذه بداية الموسم والله كلنا ما شاء الله المدارس كلها والنعم فيهم وأنا متأكدة أن في كل مدرسة في طلبة راح ينجزون في السبورت أكتيفيتيز حمد صار بطل لنا لما هو كان وياي بكي جي وهو كان يركض كل مكان وأنا اللي ساعدته يصير زين أنت اللي ساعدته إيه وإنجازاته الآن خلت الطلبة إن أهما أيضاً يسعون إلى اكتيفيتيز الزيادة اللي يقدرون يأخذونها شنو ودك إن شاء الله بالمستقبل تصير؟ بطل العالم بطل العالم إن شاء الله تصير بطل العالم مبروك الله يبارك شو تقولي له؟ كلامي speechless أول شيء أنا فخورة فيه هو بطلي أنا قبل يصير البطل المركز الثاني على أوروبا وإن شاء الله أشوفه بطل العالم مستقبله قدامه هو رياضي ويحب الرياضة مهم عندنا أنه مو بس التعليم في الصف مهم عندنا التعليم الخارجي برا المدرسة منو قاعد يكلمك الحين؟ أبوي أبوك يلا خلني اسمع أبوك شي يقول أنت بطل وبيضت الوي ورفعت علم الكويت ورفعت راسنا كلنا يا حبيبي مشكور على انجازك يا حبيبي مشكور على جهدك يبا ترى بعطيك وعد اوكي هالمره اخذت الثاني صح المره الجايه باخذ الاول ان شاء الله اوكي باذن الله مو غريب عليك انت عندك خوات يحبونك وايد اكيد دائما يشجعونك ايه شو يقولوا لك يشجعوني يصرخون يصرخون والله حمد ما وصل حق هالمرحلة إلا عنده أبو عظيم وأم عظيمة بالضبط أبو عظيم وأم عظيمة بعد الله يعطيك الله يعافيك وأرد أعيد وأقول إحنا فخورين في حمد وأيضا نشكر الوالدين يبي الكاسيبة